فرحة طفل بكتاب، سعادة افتقدها لزمن طويل، فإلى أجل قريب لم يكن بإمكان هؤلاء التجول في شوارع المدينة، فبالأحرى تنظيم معرض كتاب في الشارع العام. عدن الآمنة التي أقبلت على الحياة بشتى صنوفها تعيش على وقع الانتصارات ونشر المعرفة. أول هذه الانتصارات هذا المعرض الثقافي الخاص الذي يرعاه الهلال الأحمر الإماراتي، والذي أحيا في سكان عدن حب القراءة وفتح لهم شهية المعرفة والتعلم. فعالية ذات دلالات عميقة وتنطلق من عمق تاريخي للأنشطة المعرفية التي تميزت بها عدن. أدعو الجميع لحضور هذه الفعاليات، كتب قيمة بأسعار رمزية جدا. معرض عدن الثقافية يشمل عدة كتب وروايات رائعة جدا ونادرة في عدن، صعب انك تحصلها في اي مكتبة، ولكن توجدت هنا. الشباب ما قصروا واعطونا احنا كتاب، صراحة كتب رائعة جدا برضه. الفعالية مثل ما انتم شايفين يعني كبيرة وبنفس الوقت مفتوحة للجميع، شباب وبنات واطفال وكبار في السن. زوار قدموا من مختلف احياء المدينة، فالمعرض يضم بين ثناياه نحو 2500 كتاب إلى جانب فعاليات متعددة لإحياء الثقافة المحلية واليمنية بشكل عام. هدف النادي هذا إحياء الثقافة في العدن بشكل عام، الشباب تشمل الشباب. لدينا عدة نشاطات، نشاطات تشتمل على إحياء الثقافة وأيضا إعادة الدور الثقافي في عدن بشكل خاص. وثق الكتاب والأدباء اليمنيون الأحداث التي مرت بها عدن، وظلت عين الرسام مفتوحة لا تنام. لوحة فنية تختزن كثيرا من الوقائع والعديد من التحديات والآفاق الواسعة التي ترسم مستقبل عدن. السلطة المحلية أيضا تتحمل مسؤولية مباشرة في دعم مثل هذه الأنشطة التي نؤكد من خلالها بأن الشباب هم عماد المستقبل وهم الأمل في رسم صورة مستقبلية لعدن، صورة مشرقة بإذن الله تعالى. روح عدن في شبابها، والأمة التي لا تقرأ تموت قبل أوانها، وعدن تصر على رفع شعار العلم والثقافة أمام جبروت المعتدين على وحدة التراب والعقيدة والثقافة.